بير سكند، والبيتا اللي هي جيفن دي بتمثل ريتارديشن او اكسلريشن كيلومتر بير اور بير سكند. برضو حاجه في الحل، هنروح نستخدم قانون الفي سكيدول. الفي سكيدول هي الريشيو ما بين التوتال ديستنس والتوتال تايم، اللي هو التايم الخاص بالستوب والتايم الخاص بالرن للمترو او القطر دوت. فمن هنا نقدر نحسب التوتال تايم بتاع الرن. طبعا ناخد بالنا ان اليونتس زي ما اتفقنا الفي سكيدول هي كيلومتر بير اور، عشان كده في القانون وانا بعوض عن التايم هو سكند فبحوله لاور، بقسم على 60 في 60 اللي هي 3600. هنا نقدر نحسب التوتال تايم تي ران ايكوال 180 سكند. بعد كده هروح استخدم المعلومة التانية الموجودة في المسألة اللي هي في ام على في افريج بتساوي 1.2. هنحسب منها الفي ماكسيمم. الفي ماكسيمم هي الكريست سبيد او الماكسيمم سبيد. مين الفي افريج؟ هي التوتال ديستانس على التوتال تايم، بس التوتال تايم الخاص بالران فقط. هنستبعد التايم بتاع الستوب. من هنا نقدر نحسب الفي ماكسيمم، هتطلع 48 كيلومتر بير اور. بعد كده تالت حاجة هروح استخدم قانون ترابيزويدال سبيد تايم كير، اللي هو تي في ماكسيمم سكويرد ماينس في ماكسيمم تي بلس 3600 دي ايكوال زيرو. المعادلة ديت جت منين؟ جت من الإثبات اللي اتعمل في المحاضرة للكيرف دوت، وثم للمعادلة دي. الكي ده هو كونستانت بيساوي نصف واحد على ألفا بلس واحد على بيتا. فهنلاقي هنا في المعادلة كل حاجة موجودة، هنحسب الألفا اللي هي 1.1368 كيلومتر في الأور بير سكند. في المسألة التانية الجيفن دي ايكوال 4 كيلومتر، الفي سكيدول ايكوال 40 كيلومتر بير اور، الستوب تايم ايكوال 60 سكند، والالفا والبيتا ايكوال 2 كيلومتر بير اور بير سكند، ونفس نوع الكيرف زي من المساله الاولى. المطلوب نحسب الفي ماكسيمم. في الحل برضو اول حاجه هنستخدمها معادله الفي سكيدول زي المساله الاولى، وهنحسب منها التايم الخاص بالران تايم، هيطلع 300 سكند. بعد كده هنستخدم معادلة الكيرف زي المسألة الأولى برضو، نفس المعادلة اللي هي k في maximum squared minus v maximum d plus 3600 d equal 0. هيطلع معانا معادلة second order، هنحلها هيطلع معانا حلين، واحد هيكون accepted وواحد هيكون refused. ال accepted هنختاره على أساس إيه؟ على أساس الحل الأقرب لقيمة ال v average اللي هنحسبها d over t equal 48 كيلومتر بير اور. عشان كده الحل الاكسبتد هيكون 52.6137 كيلومتر بير اور بير سكند. المسألة الثالثة على النوع الثاني للسبيد تايم كيرف، كوادريلاترال سبيد تايم كيرف. الجيفن في المسألة ديت دي ايكوال 1.6 كيلومتر، الفي افريج 40 كم بر اور، والفي ماكسيمم، والمقصود بالفي ماكسيمم هنا في 1. هنا طبعا في الكيرف دوت في عندي سرعتين بيحصلوا. السرعه الاولى اللي هي الفي 1 اللي هي الماكسيمم سبيد، دي اللي بوصل لها بعد مرحله الاكسلريشن. بعد كده السرعه الثانيه هي في 2، ودي اللي بوصل لها بعد ما اعمل كوستنج. فالجيفن عندي هنا في 1 ب 64 كم بر اور. الفاكتور الخاص بالاكسلريشن الفا ايكوال 2 كم بر اور بير سكند، الفاكتور الخاص بالكوستنج اللي هو بيتا سي ايكوال 0.16 كم بر اور بير سكند، والفاكتور الخاص بالبريكنج بيتا ايكوال 3.2 كم بر اور بير سكند. والمطلوب هنا نحسب التايم الخاص بكل مرحله من الثلاثه تي 1 وتي 2 وتي 3. الحل اول حاجه هنعملها هنحسب من تي 1 المعادله تي 1 اللي هي في 1 على الفا، هنحسب قيمه التي 1 اللي هو هيطلع 32 سكند. تاني حاجة من معلومة الـ V average اللي عندي هنقدر نحسب الـ total time T اللي هو هيطلع 144 سكند. بعد كده هنعوض في معادلات T2 و T3. T2 هنعوض في المعادلة هتبقى طبعا
بدها لان في الفي 2 لان انا لسه مش عارفها. بعد كده هنعوض في معادلة تي 3 تطلع في 2 على بيتا تبقى برضو بدلالة الفي 2 اللي انا لسه مش عارفها. عشان نحسب قيمة الفي 2 هنروح لمعادلة بسيطة جدا اللي هي ان التوتال تايم بيساوي تي 1 بلس تي 2 بلس تي 3. هنعوض بكل حاجة، هنقدر نحسب من هنا النون الوحيد اللي هو في 2 تطلع معانا 48.5052 كيلومتر بير اور. بعد كده هنرجع نحسب كل تايم لوحده، T1 هيطلع 32 سكند، T2 هيساوي V1 ناينس V2 على بيتا سي، 64 ناقص 48.5052 على 0.16 يطلع معانا T2 ب 96.84 سكند. وبعد كده هنعوض في معادلة T3 V2 على بيتا هيطلع معانا 15.16 سكند. باقي مسائل الشيت هي على التايب التاني، المسائل الخاصة بحسابات التورك والفورس والإنرجي من مسألة رقم 4 للمسألة رقم 8. حسابات الفورسز فيها 3 معادلات، هنا في المسألة هتكلم عن معادلتين منهم وبعد كده في مسألة تانية هنتكلم عن المعادلة التالتة. المعادلة الأولى هي خاصة بالفورس اللي المفروض الموتور يوصلها للدرايفنج ويل، ودي قانونها الفورس بيساوي الإيتا اللي هي الجيرنج إفيشنسي في التورك موتور أوت اللي هو التورك ديفلوبد باي إتش موتور في 2 جاما على دي. الجاما هي الجير ريشيو والدي هو الدايمتر اوف رود ويل، في الان هي النمبر اوف موتورز. المعادلة الثانية دي خاصة بالفورس اللي محتاجها اي ترين عشان يتحرك، وهي بتكون عبارة عن 3 ترم. الترم الاول ده هو خاص بالفورس اللي محتاجه عشان يعمل اكسلريشن ويوصل لسرعة معينة في زمن معين. الترم الثاني ده خاص بالفورس يتغلب على الجرافيتي والترين طالع او نازل على منحدر فعشان كده هيبقى بلس او ماينس. والترم الثالث ده خاص بالفورس اللي محتاجها الترين للتغلب على التراك فريكشن. الجيفنس في المسألة هنا الدبليو اللي هو الديد ويت وده وزن الترين من غير حركة وهنا بيساوي 200 طن، والان اللي هو النمبر اوف موتورز 8، والدي ده الدايمتر بتاع الرود ويل وبيساوي 80 سنتي او 8 من 10 متر، والفي ام ده الماكسيمم سبيد المفروض اوصل لها 48 كيلومتر بير اور في تايم 30 سكند. وبعد كده الجي ده بيمثل مستوى انحدار التراك الموجود عندي وده هو مستوى الانحدار قد ايه لكل 100 متر، فعشان كده جي على 100 هتساوي 1/200 اللي هي جيفن. بعد كده الار ده الريزيستنس بتاع تراك او هو اللي بيمثل الفريكشن بتاع تراك وبيساوي 50 نيوتن بر تن. بعد كده الافكتيف ويت اللي هو الدبليو اي، الافكتيف ويت ده بيمثل ايه؟ هو عبارة عن الديد ويت زائد نسبة بتكون الراوند 10% دي بسبب الاجزاء اللي هي بتدور دي هتزود الوزن بالقيمة دي، فهنا بتساوي 1.1 في الدبل اللي هو الديد ويت. بعد كده الجاما اللي هي الجير ريشيو اللي بتساوي 4:1. بعد كده الجيرنج افيشنسي بيساوي 80%، والمطلوب نحسب التورك ديفلوبد باي اتش موتور. هنبدأ نروح للمعادلة الأولى اللي اتكلمت عنها الخاصة بالحركة بتاعة الترين اللي هي فيها 3 ترم. الترم الأول 277.8 في الإفكتيف ويت في الألفا، الترم الثاني 98.1 في الويت في الجي، الترم الثالث الويت مضروب في الريزيستنس اوف تراك. هنعوض تعويض مباشر في المعادلة ديت هيطلع معانا الفورس بتساوي 117,595.6 نيوتن. بعد كده هنروح للمعادلة الثانية اللي اتكلمت عنها اللي هي بتساوي الافشنسي في التورك موتور في 2 جاما على دي في الان. هنلاقي القانون الوحيد هو التورك موتور اوت اللي انا محتاج احسبه،
هنساوي التو فورسز ببعض، هنقدر نحسب التورك موتور اوتبوت اللي هو هيطلع 1837 و 4 3 1 2 5 نيوتن متر. مسألة رقم 5 بتتكلم عن الانرجي وحسابات الانرجي، فهنا جيفنز في افريج ايكوال 42 كيلومتر بير اور، التوتال ديستنس 1.4 كيلومتر، الالفا 1.7 كيلومتر بير اور بير سكند، البيتا 3.3 كيلومتر بير اور بير سكند، الار اللي هو الريزيستنس بتاع التراك 50 نيوتن بير تون، الافكتيف ويت 1.1 في الديد ويت، الافشنسي 80%، ومكتوب اون ا ليفل تراك، ده معناه ان التراك ما فيهوش منحدر، يعني الجي ايكوال زيرو، والمطلوب السبيسيفيك انرجي كونسامشن، ومطلوب نرسم الكيرف. عشان نحسب السبيسيفيك انرجي كونسامشن لازم نحسب الاي اوت، الانرجي اوت، وعشان نحسب الانرجي اوت محتاجين الديستنس دي 1 بلس دي 2، وهتكلم عن القانون دلوقتي كمان شويه. عشان كده هنبدأ أول حاجة نحسب من الـ V average الـ total time زي ما عملنا قبل كده، حسبنا الـ total time 126 second. بعد كده هنروح لمعادلة trapezoidal speed time curve، هنحسب منها قيمة الـ V maximum زي ما عملنا في مسألة رقم 2. هيطلع معانا حلين، هنختار الأقرب للـ V average اللي هو هيساوي 48 و 2 2 4 5 كيلومتر بير أور. بعد كده من معادلة ال T3 اللي هي V maximum على بيتا هنحسب قيمة ال T3. كل ده أنا عملته ليه؟ عشان أحسب منه ال distance الخاصة بالجزء بتاع ال breaking فقط، اللي هو ال area under curve في الجزء الثالث من ال curve فقط، اللي هو هيساوي نص V maximum في T3 على 3600. هنقدر نحسب منه قيمة ال D3 اللي هي distance traveled during the breaking، اللي هي هتطلع 0.0979 كيلومتر. بعد كده ببساطة نقدر نقول إن T1 زائد T2 اللي هما الـ distance في الـ acceleration وفي الـ free run هيساوي total distance minus الـ distance 3، نقدر نحسبها تساوي 1.3021 كيلومتر. بعد ما حسبنا D1 plus D2 هنعوض في معادلة الـ E out الخاصة بـ trapezoidal speed time curve، وهي الـ E out بتساوي 0.0172 في الـ V maximum squared في الـ effective weight plus 0.2278 مضروبة في 98.1 في الـ dead weight في الـ G زائد الـ dead weight في الـ R اللي هو الـ resistance بتاع التراك مضروبين في D1 plus D2. هنعوض عادي جدا في المعادلة ديت، كل حاجة موجودة معانا ما عدا الويت، فهنجيب الـ E output بدلالة الويت dead weight هتساوي 45.5097 في الويت watt hour. بعد كده الـ specific energy consumption هي عبارة عن الـ specific energy output على الـ efficiency بتاعت الموتور في الـ efficiency بتاعت الجير أو التوتال بتاعته. energy output هي عبارة عن الـ E output مقسومة على الـ dead weight مضروب في الـ total distance، وطبعا هنا الـ dead weight هيروح مع الـ dead weight، هيطلع معانا في الآخر الـ specific energy consumption 38.2434 watt hour per ton kilometer. مطلوب الـ speed time curve، طبعا هنرسم الـ curve محطوط عليه كل الـ data اللي احنا جبناها، سواء الماكسيمم سواء الـ time T1 T2 T3 سواء الـ distance. كده المسألة دي انتهت. سبتها برضو على حسابات الـ energy. جيفنز عندي الـ alpha 1.5 كم بر hour per second، الـ time T1 25 second، T2 45 second، T3 20 second، الـ G ب1.5، الـ resistance بتاع التراك 45 نيوتن بر تون، والـ effective weight 1.1 في الـ weight، الـ time الخاص بالـ stop، الـ stop time 15 second، الـ efficiency بتاعت الجير والموتور 80%، ومطلوب الـ gear schedule، مطلوب الـ specific energy consumption. هنا بقول أنا عشان أوصل للـ specific energy consumption محتاج أجيب الـ distance، وفي حالة الكيرف دوت هحتاج أجيب D1 دي اللي هيكون فيها energy فقط.
كيرف الكوادريلاترال سبيد تايم كيرف هيكون في انرجي موجوده في الاكسلريشن بس، لكن في الكوستنج والبريكنج بيكون السباي مفصول فمفيش انرجي عندي. فعشان كده هبتدي في الاول خالص هجيب V1 اللي هي الماكسيمم سبيد، الالفا T1 هتطلع ب 37.5 كيلومتر. بعد كده محتاج البيتا سي هنجيبها باستخدام قانون الفورس اف تي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، بيساوي 277.8 افكتيف ويت في الالفا بلس 98.1 الويت في الجي بلس الويت في الار. ففي مرحلة الكوستنج الفورس بتكون ايكوال زيرو لان السبلاي بيكون مفصول، وهنا بيحصل ديسلريشن مش بيحصل اكسلريشن. عشان كده هنستبدل الالفا بماينس بيتا سي، لان دايما الالفا بتبقى بلس يعني طالع لفوق السرعة، لكن في البيتا سي بيحصل ان السرعة بتقل تنزل لتحت، فعشان كده بالماينس. هنعوض هنا في المعادلة هيطلع معانا البيتا سي بتساوي 0.628 كيلومتر بير اور بير سكند. هنروح لمعادلة البيتا سي اللي هي بتساوي V1 ماينس V2 على T2. منها هنقدر نحسب قيمة ال V2 اللي هي مش موجودة عندي، هتطلع 29.4 كيلومتر بير اور. بعد كده هنروح لمعادلة البيتا اللي هي V2 على T3، هنقدر نحسب بيتا 0.462 كيلومتر بير اور بير سكند. دلوقتي هنحسب ال D اللي هي total distance عشان هنستخدمها في حساب ال V schedule. ال total distance هي total area under the curve، هتطلع معانا في الآخر 1/7200، ده اللي هو نص في 1/3600 في V1 T1 plus V1 plus V2 في T2 plus V2 في T3. هنحسب ال D تطلع معانا 0.448 كيلومتر. بعد كده منها هنقدر نحسب ال V schedule اللي هي دي على total time t run plus t stop. هنقدر نحسب في سكيدول هتطلع 15.36 كيلومتر بير اور. بعد كده هنقدر نحسب ال e output عشان نحسب منها ال specific energy consumption. عشان نحسب ال e output محتاج ال distance اللي موجود فيها energy هنا في الكيرف دوت اللي هي D1 بس، هتساوي نص V1 T1 على 3600. هنحسبها هتطلع 0.13 كيلومتر. هنروح لقانون الـ E output الخاص بالكيرف دوت، هو نفس القانون بس مكان الـ D1 plus D2 هيبقى T1. هنعوض فيه هتطلع معانا الـ E output 22.2728 في الويت وات اور. هنروح نعوض في قانون الـ specific energy consumption زي المرة اللي فاتت، هيطلع معانا في الآخر 62.145 وات اور على طن كيلومتر. المسألة رقم 7 هتكلم عن الفورس الثالثة اللي كنت اتكلمت عنها قبل كده، والفورس دي هي اللي بيكون محتاجها الترين عشان يعمل جاست سليبنج اللي هي بداية حركة الترين وانزلاقه على التراك، وهي بتساوي النيو في ال WL. النيو هي الاتنشن كوفيشنت، وال WL هو الادهيسيف ويت اللي هو اللوكوموتيف ويت. هي اللوكوموتيف ديت هي العربية اللي بتكون في بداية الترين خالص، بيكون فيها كل المواتير الموجودة وباقي العربيات، ده باقي الترين اللي عندي. هنا في المسألة جيبنز الليك بتاع الترين 400 طن، الجي 2، الألفا 1 كيلومتر بر أور بر سكند، الآر 40 نيوتن بر طن، الإفكتيف ويت 1.1 في الويت، الميو 0.2، ومطلوب الويت أوف لوكوموتيف، مطلوب النمبر أوف أكسلز لو الأكسل لود 22 طن. الاكسل ديت هي محاور العجل الخاصة بالترين، فكل محور منهم بيتحمل 22 طن، فهو عايز يعرف كام محور للعجل ديت. اول حاجة هنفترض ان الويت بتاع اللوكوموتيف اسمه WL. الديد ويت التوتال ديد ويت للترين واللوكوموتيف هيبقى عبارة عن 400 زائد WL. الافكتيف ويت هيبقى 1.1 في 400 زائد WL. بعد كده هنروح نعوض في القانون بتاع الفورس اللي احنا قلناه قبل كده، اللي هو 277.8 effective weight في الألفا زائد 98.1 في الويت في الجي زائد الويت في الار. كل الحاجات دي موجودة عندي، هنعوض بيها هيطلع معانا 541.78 في الويت نيوتن. وعشان أحول النيوتن لكيلو جرام أقدر أقسم على جي اللي هي 9.81. بعد كده عشان أحولها لطن
هقسم على 1000، وبكده في الآخر هوصل إلى إن الـ total force ديت بتساوي 0.05523 في 400 زائد الـ WL طن، ودي كده المعادلة الأولى عندي. المعادلة التانية للفورس زي ما اتكلمنا عنها من شوية بتساوي النيو في WL هيساوي بوينت في WL، هنقدر نساوي المعادلتين ببعض هنوصل لقيمة الـ WL هتطلع 152.6 طن. النمبر اوف اكسلز هتساوي التوتال لوكوموتيف ويت على الالاوبل اكسل لود، فهتطلع معانا في الاخر 7، نمبر اوف اكسلز ايكوال 7. اخر مسألة معانا، يا ريت يا جماعة نركز مع بعض في المسألة دي عشان طويلة شوية. الجيفنز الموجودة ان الويت الترين بيساوي 500 طن، اللوكوموتيف الاولى اللي استخدمها 100 طن، والالفا 1 كيلومتر بير اور بير سكند، والجي هتساوي 0.1، والـ R 45 نيوتن بير تن، والـ effective weight 1.2 في الـ weight. وطالب مننا في السؤال إن ممكن يستعين بلوكوموتيف تانية بتساوي الـ weight بتاعها 120 طن، ومطلوب الـ training weight في حالة لو كان استخدم الـ same gradient under the same condition في المسألة، وبعد كده عايز الـ maximum gradient لو الـ training hold load remaining unchanged. في الحل في البداية هنشتغل إن في عندي one locomotive بس، ال weight هيساوي ال weight الخاص بالترين زائد ال weight locomotive الأولى، فالتوتال هيساوي 600 طن. بعد كده ال effective weight هيساوي 1.1 في ال weight، يعني هتساوي 660 طن. هنروح نستخدم معادلة ال force اللي هي قلناها أكتر من مرة، 277.8 في الـ effective weight في الألفا زائد 98.1 في الـ weight في الجي زائد الـ weight في الآر. دلوقتي هنعوض في معادلة الـ force بالأرقام الموجودة معانا في المسألة. هنقدر نحسب الـ force بنيوتن، ونقدر نقسم على 9.81 في 1000 عشان نحول نيوتن لطن، فتطلع الفورس 22 طن. بعد كده في حالة 1 لوكوموتيف ممكن نستخدم المعادلة التانية للفورس اللي هي النيو في الأديسيف ويت. الأديسيف ويت هو الويت الخاص باللوكوموتيف، هنقدر من هنا نحسب قيمة النيو لأنها هساوي 22 بتساوي ميو في 100، فنقدر نحسب النيو وده اللي هو الـ Addition Coefficient، ودوت مش هيتغير هيطلع 0.22. بعد كده هروح في حالة لما أضيف لوكوموتيف تانية تساعد الأولى، فالـ Total Adhesive Weight هيبقى 100 زائد 120 اللي هو 22 طن، يبقى الـ Force هتبقى Attractive Effort هيبقى ميو في 220، 0.22 في 220 هتطلع 48.4 طن. مطلوب دلوقتي في بارت A التريلينج ويت، ده المقصود بيه وزن الترين من غير اللوكوموتيف في حالة لو أنا هستخدم نفس الجريدينت ونفس الكونديشنز اللي قلناها من شوية. فلو افترضنا إن التوتال ويت هو W داش بيساوي 100 زائد 120 زائد ال W، ففي الحالة دي هنعوض في معادلة الفورس بالويت الجديد اللي هو 100 زائد 120 زائد ال W. فهنعوض في المعادلة كل حاجة موجودة معانا، هنجيب الفورس بدلالة ال W داش هنجيبها بنيوتن ونقسمها على 9.81 في 1000 نجيبها بالطن، وبعد كده هيطلع معانا في الآخر رقم 0.036737 W داش. ولكن الفورس احنا قلنا عشان نستخدم نفس الكونديشن هي كانت بتساوي من شوية 48.4، فهساوي الاتنين ببعض هنجيب ال W داش، هنقدر نحسب التريلينج ويت اللي هو ال W هيساوي الويت اللي طلع معانا دوت اللي هو 1320 ماينس ال 100 ماينس ال 120 هيطلع بيساوي في الآخر 1100 طن. بارت بي مطلوب عندنا نجيب الجراديانت في حالة لو هيستخدم نفس التريلينج ويت اللي هو جيفن في المسألة. ففي الحالة دي التوتال ويت أو التوتال لود اللي عندي هيبقى 100 زائد 120 زائد 500 هيطلع 720 طن. برضه هنروح لمعادلة الفورس هنعوض فيها، هيبقى المرة دي الحاجة اللي هتتغير هي الجي تبقى جي داش،
برضو اكتب المعادلة بتاعت الفورس، اطلع رقم بتلاتة ال W اللي هو الويت، واساويها برضو بنفس الكونديشن اللي هو 48.4، فهيبقى الانون الوحيد عندي هو الجريديانت اللي هو جي، هو جي داش، هتساوي في الاخر 3.148%. ايه الاخبار يا جماعة؟ سمعتوا كل الفيديو؟ شباب تمام يا باشمهندس، طيب حضرتك سمعني سامعني؟ ايه؟ بقول حضرتك سامعني؟ انا سامع. ايه؟ بقول لحضرتك تمام. طيب في حد عنده سؤال يا جماعة في الكلام ده؟ في أي أسئلة؟ ده كده مفيش أسئلة إن شاء الله، هو السكشن واضح يعني. طيب تمام ماشي. بالنسبة لل زي ما اتفقنا، الفيديو ده حطه على درايف وابعته ليكم برضو، عشان لو في حاجة يعني ما لحقتوش تكتبوها أو حاجة يبقى معاكم برضو الفيديو. وحاجة تانية برضو عايز أقولها، الشيت بتاع السنة دي هو نفس المسائل دي، بس أول 3 مسائل بشكل MCQ. ثواني أجيب لكم الشيت عشان برضو تبقوا شايفين شكل المسائل.